استسمح سيادتك يا فندم في تفقد المحور فندم. تفضل. كل العمران اللي موجود ده غير مخطط بالكامل، وبالتالي حضرتك امرتنا ان احنا نعمل تخطيط لهذا الكلام وندخل معانا جميع الوزارات المعنيه للربط على المحاور الجديده. الطريق يا فندم اللي هو في الاتجاه الساعه 2 هنا يا فندم، الطريق ده يا فندم اللي هو بيوصل الى مطار برج العرب كرير، مطار برج العرب ده خمس حارات وخمس حارات، وكوزاره الاسكان وزاره اداره النقل فندم كانت نفذته هذا الطريق. هنا فندم المحور في الاتجاه فندم الساعه 9 هو ده فندم المحور. هنا فندم تسع حارات، كل خطوط الكهرباء اللي حضرتك سايبها دي فندم دي كانت موجوده على الطريق القديم جوه على بعد حوالي 100 متر، وتم نقلها يا فندم بكده، وكل الـ 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 الارض اللي معموله يا فندم ومتدبشه دي كلها جديده احنا عاملينها ونقلوا فيها خط الكهرباء ده يا فندم. الموضوع اللي احنا واقفين فيه ده يا فندم دي المنطقه الاولى، المنطقه الاولى هي احسن تربه في من الثلاثه، وهو ده نفس نوعيه التربه، وهي دي نفس البحيره اللي هي يا فندم هنكمل في اتجاه الغرب. مفيش فيها المشكله اللي بتاعت الملاحات، مفيهاش مشكله الملاحات، الملاحات مشكله كبيره جدا يا فندم. خلصنا التطهير كل الاعشاب ان شاء الله، مخططين ان البحيره ننتهي منها فندم في 30/6 القادم ان شاء الله. انتوا عندكم خطوط التنظيم وعندكم البيانات الاوليه بتاعت المواضيع دي مش كده يا دكتور؟ ايوه. اللي هي بتقول هنا كان ايه؟ كان في شوفوا انا عايز اقول لكم على حاجه، لابد لابد ينتهي التعدي والتجاوز اللي موجود في البلد، وده مش بتاعنا بس، ده بتاعنا دكتور مصطفى قطيب طبعا، المحافظين مدير الامن كل حد معني، وزاره الري، وزاره الاسكان، وزاره الزراعه، كل من هو معني بالموضوع يبقى معانا في ده، ما يسيبش ابدا ان احنا كنا بنعمل ايه، لان ده معناه احنا قلنا ايه، هناخد خط كده خلاص مفيش حاجه، مبقاش في جديد تاني. لا مش هينفع ابدا اللي انا بشوفه ده، وعشان كده بقول من فضلكم لو انتم محتاجين تبصوا على قطاع المحافظة قسموا القطاعين 3-4 ونطلع ونبص عليه ونشوف معنا مختصين، بحيث ان احنا هناخد اجراء كويس. انا بعد سيادتك هجهز الخرائط بتاع المتغيرات المكانية هنا ونبعتها للمحافظة عشان يشوف الفرق اللي تم خلال الست شهور والسنة والسنتين اللي فاتوا، ويقدر يحصر فيه كل المتغيرات اللي تمت ان شاء الله. انا عايز اقول ايه، هي ما بقولش ان الاحواض السمك دي او الاحواض الاستزراع دي ولايه وزاره الزراعه، فانا ايه سيب. ماليش دعوه، لا احنا مع بعض كلنا عشان نبقى، والمحافظه انا قلت بره قبل كده هو مين يا فندم؟ رئيس جمهوريه المحافظه. يبقى كل ما انت عندك مديريات الزراعه والصحه والتعليم مش كده برضه؟ الري وكل كله دول موجودين معاك عشان ايه؟ بيمثلوا الوزارات عندك كده. احنا طبعا التدبيش ده داير البحيره ولا هنا؟ لا هنا بس في جنب الطريق. لا يا فندم ليه علاقه بردم الطرق؟ لا انا فاهم. لا انا بتكلم ان احنا كنا قلنا ان اي حاجه بقى هنعملها نعمل طريق كوز شرقي كوز غربي، طالما ان هو على حد البحيره يبقى برضو ندبش كده، عشان كده احنا بنقول للناس خلاص دي بحيره ما تقربش اكتر من كده، ما حدش يقدر يقول كرفنا رفعنا مخلفات جودنا حاله الماء اللي موجوده فيها ثم رحنا محوطينها عشان ما حدش يتعدى عليها تاني. تمام. الكلام ده مش لينا احنا، الكلام ده احنا بنعمله مش لينا احنا ولا لعصرنا حتى، ده يا دكتور مصطفى اللي قدام من 20-30 سنه جايه هيبقى في فرصه لحد يا كامل ان هو يخش ياخد بقى يحط يد في حته، لا عايزين تبقى فيها استزراع سمكي يبقى موضوع مقنن ومتخطط تماما ومتابع، ما يبقاش الموضوع ايه الناس بيتساب كده يعني. تمام. هو سيادتك سالت على موضوع الطرق بتاعت الدلتا الجديده، احنا بالفعل خلصنا التصميم مع الجامعات المصريه كلها، وسيادتك حصرنا حجم الطرق اللي موجوده، احنا عندنا سيادتك نوعين من الطرق احنا بننفذهم، عندنا طرق رفع كفاءة التطوير واللي سيادتك صدقت عليه، طريق مصر اسكندرية ده طوله 160 كيلومتر. انتوا اللي بتقولوا النقل؟
اسكندريه وسيادتك احنا بنعمل وضع الناطوره العالميه. الطريق ده يا فندم كان الوضع الحالي اللي كان شغال 4 حاره مروريه للطريق الرئيسي و2 للخدمه. احنا دلوقتي شغلنا فيه احنا تقريبا نسبه تنفيذنا حوالي 12% في رفع الكفاءه. الطريق الثاني يا فندم طريق الضبعه واحنا بدانا فيه تقريبا من 15 يوم قبل العيد. الطريق ده فيه 3 حاره مروريه الوضع الحالي. ان شاء الله يا فندم هنخلي الطريق 3 حاره مروريه اتجاه رئيسي بس ما فيش خدمه. ان شاء الله هنخلي الطريق الرئيسي ده 5 حاره مروريه وهننشئ طريق خدمه جديد يمين شرق وغرب وده هساتك هيبقى 3 حاره مروريه يعني اجمالي الطريق هيبقى 8 حاره مروريه لكل اتجاه. الطريق ده يا فندم عليه 11 محطه وقود. احنا بعد التصميم اللي اتعرض على سيادتك احنا نوصل ل 18 محطه. هيبقى شمال الطريق 9 وجنوبه 9 وده احنا عشان نظمنا المسافات بين المحطات في حدود من 30 ل 35 كيلو بحيث ان اللي مسافر على الطريق الطريق ده يا فندم هيبقى طريق رئيسي بالنسبه للدلتا الجديده. ده طوله 260 كيلو. انت قلت لي بتاع الطريق حر ان شاء الله وهنعمل تمام فندم. هنعمل فندم هنعمل 12 كوبري دوران للخلف عشان ده يبقى طريق حر. يبقى طريق مصر اسكندريه 260 كيلو حر. طريق الضبعه 260 كيلو طريق حر بالاضافه اللي احنا بندرس فيه ويتعرض على الطريق العالمي اللي بيعمله. ايوه هو بدا انا سالت السات الفريق كامل انه بدا فيه زياده بقى فندم. الطريق اللي هو بتاع مدينه العالمين هو جوه مدينه العالمين 3 حرم مروريه وخارج المدينه 2 حرم مروريه. احنا ان شاء الله التصميم عاملينه 4 حرم مروريه رئيسي و3 خدمه ويمكن هنراجع زي ما سيادتك امرت خطوط التنظيم وهنشوف هنقدر نعمل الثلاثه الخدمه داخل العالمين ولا الثلاثه خدمه دول هيبقى خارج العالمين بس. تبقي الطرق اللي هتبقى جوه الدلتا بالكامل 2000 كيلو طرق متقسمين لثلاث انواع. طريق اقليمي وده سيادتك 300 كيلو وده هيربط بين 3 محافظات. الدلتا هتربط بين محافظه المنوفيه والطريق الثاني هيربط بين الغربيه. الطريق الثالث هيربط بين محافظه البحيره. ده 300 كيلو. الطريق هنا فندم عرضه 70 متر. النوع الطريق الثاني اللي هننفذه ده طريق سيادتك عرضه 60 متر وده تقريبا طوله هيبقى 1000 كيلو. يبقى كده 1300 1000 كيلو داخلي داخل طرق الطريق الشرياني هيبقى داخل المدينه. النوع الثالث يا فندم طريق تجميعي. الطريق ده هيبقى بطوله عرضه 35 متر. ده اللي هيبقى محدد للاراضي اللي موجوده. اجمالي اطوال الطرق داخل الدلتا 2000 كيلو واللي احنا بنرفع كفاءه 500 يعني تقريبا الدلتا كده واخده مننا 2500 كيلو طرق بين رفع كفاءه وتطوير وبين انشاء جديد ان شاء الله. برضه يا محمد انتوا عاملين ارتباط بين ده وبين 18000 و18 ايوه فهمت كده ولا ايه؟ ايوه تمام. هيبقى متبقي سيادتك المحطات الرفع. احنا عندنا كنا مصممين الاول 12 وبعدين ضفنا محطه جديده عشان المصارف اللي احنا بنعيد توظيفها بنعمقها بنوسعها بنعيد تاهيلها تاني اللي هم ال 105 كيلو منهم يا فندم 31 كيلو هيتعاد الميل بتاعهم. فاجمالي المشروع يا فندم ماشي كويس الحمد لله رب العالمين. نتكلم ان الشغل متكامل مع بعضه. الطرق اللي بتعملوها مع المحطات اللي بتعملوها تمام. مع تسوية الارض اللي بتتعمل تمام. في جوه تمام مع شبكة الكهرباء مع ده مع كل مش كده حتى مسار القطر السريع حاجة تاني. شكرا. خلصت الموضوع بتاع الطريق بتاع جرجوب ال 200 كيلو 210 منين؟ من مطروح ولا من جرجوب؟ كم حاره كم حاره؟ طب فاضل على مطروح قد ايه؟ يا فندم فاضل على مطروح قد ايه؟ 70 كيلو 70 كيلو. طيب يعني شوفوا راجعوا معاهم لو جاهزين السار العالم ده ركبنا اول وصله وتاني وصله ان شاء الله تتحرك بكره والثالثه موجوده عندنا. فاول ما الثانيه توصل ممكن توصل بعد بكره هنركبها ان شاء الله بدون ما اقطع ركبها على طول وفوقها الوصله الثالثه والباقي كله تتابع بقى ما راجع جاي ورا بعضه ان شاء الله. شكري شكري ان شاء الله تنسون طيبين شكري.
جبته في العيد ليه؟ لينا الفخر يا فندم. ربنا يوفقك. وداخلين في الحياه الكريمه برضه. انا عايز اقول على حاجه بالنسبه للحياه الكريمه. احنا مجموعات العمل يا اهاب. ان شاء الله يا فندم. مجموعات العمل وهي داخله هتدخل في فوق. لا مش بس كده. في توقيت مع بعض ان شاء الله بوضوح عشان الناس تعرف قد ايه حجم العمل اللي احنا هنعمله ان شاء الله. وهنا زي ما بقول في الشعبه وكل ضابط معني بالموضوع في ال 52 مركز. ايوه فندم. وال 26 دي كنت احنا 27 27 27 و 25 وزاره الاستثمار ان شاء الله. انا هخش وهشوف المراكز ديت والقرى ديت ان شاء الله. وبحلم والله العظيم ان الحاجه دي تبقى حاجه معموله ترضينا او ترضي ربنا ثم ترضينا ان شاء الله. ان شاء الله. فانتوا اللي موجود جوه هاب لازم يبقى عنده لا مركزيه في القرار ان شاء الله. يعني يقدر النهارده رئيس الشعبه نائب رئيس الشعبه لو في حتى ضابط اقل من كده بس هو اللي متابع الموضوع اقل في الرتبه يعني تمام متابع الموضوع طب في فكره هو شايفها يقول لنا. لكن احنا لازم نعمل سياق عام للي احنا بنفكر فيه نعمله. احنا كمعنيين بمتابعه الشغل في القرى اللي احنا بنتكلم عليها دي لازم السياق العام ده يبقى عندنا كلنا على سمت واحد يبقى عارفين احنا هنعمل ايه. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا بنبطن ترعه ولا بندخل ميه شرب وبنحسنها ولا بنحسن شبكه الكهرباء ولا بنصرف الصحي للناس ولا المباني اللي هي بنرفع كفاءتها ولا المباني اللي هي بتاعت الدولة اللي بتتعمل جوه ده كل حاجة على بعضها. فانت المعني بالموضوع كل قرية انت عايز تغير يا اولاد تغير حياة الناس نخرج منها بفضل الله سبحانه وتعالى حاجة تانية خالص ان شاء الله. وطبعا مع الاهالي اللي موجودة اتعاونوا معاهم عشان هم كمان يساعدوا في موضوع مثلا حاجات تحسن من المخرج النهائي. لو احنا خرجنا ان القريه فيها صرف وميه وكلام من هذا القبيل بس من غير ما شكل القريه يتغير تماما انا بقول احنا مش هيبقى لسه. احنا عايزين ناخد خط كده على الشكل اللي كان موجود قبل كده والمضمون اللي كان موجود قبل كده يا محمد. وبصراحه انا كنت قلت للدكتور مصطفى مش كده ان احنا نعمل مسابقه لافضل مركز وافضل محافظة وأفضل قرية إن شاء الله. مش كده يا فندم؟ إن شاء الله. ونحط رقم معتبر للي هيتعمل الأول الثاني الثالث سواء كان للوحدة نفسها اللي هو المحافظة يعني أو المركز أو القرية أو الناس المشرفة على المنفذين عليها. والمكافأة هنا مش الفكرة فيها يعني العائد لا هو المعنى. المعنى إن أنا خدت مهمة وجريت عليها وبذلت فيها جهد كبير والجهد ده اهو الناس كلها قدرته وقالت عليه كده. المشروع اللي احنا بنعمله ده فضل من ربنا علينا. مشروع الحياه كريمه ده فضل من ربنا وامر غير مسبوق. لو عملناه صح كمان هيبقى عملنا امر غير مسبوق باسلوب غير مسبوق. ربنا يوفقك. كل سنه وانتم طيبين.